السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كفى والسلام على عبد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي على عظم المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام مع الأيمان والنذور. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية ثم جاء الإسلام قال في بنذرك. في يعني إيه؟ أو في بنذرك. أقول هذا الحديث حديث عظيم جدا في مسائل. المسألة الأولى الوفاء بالنذر وإن كان في الجاهلية, أن من نظر أن يطيع الله ولو كان في الجاهلية, لأن من نظر أن يطيع الله ولو كان في الجاهلية عليه أن يفي في الإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب قال نظرت نظرا في الجاهلية أنا أعتكف ليلة. وهذه الحديث أيضا جاءت متنوعة, أعتكف ليلة أعتكف يوما, وطبعا أعتكف يوما ويقصد بذلك يوما ويش يوما وليلة. طالما جاءت الروايات أعتكف ليلة أعتكف يوما, ما يقصد باليوم هنا النهار الذي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, بل هو اليوم والليلة, لأنه قال اعتكف ليلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. فيه مسائل فقهية العلماء استنبطوها, منها أولا بأن الصيام لا يشترط فيه الاعتكاف, لا يشترط فيه الصيام, وإن كان عائشة اشترطت فيه الصيام وهي التي قالت يعني في هذا الباب اشترط فيه الصيام, وكثير من العلماء اشترط فيه الصيام, لكن جمهور يرون أنه الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام. وهذا رجع صحيح, لأنه لما قال اعتكف ليلة الليل ليس محلا للصيام. والأمر الثاني الأهم من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النساء فبنينا الأخبئة أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم طوض الأخبئة, قال لمن؟ زينب, لمن؟ حفصة, لمن؟ عائشة. فقال البر أردتن, فقوض خبأه هو وطلع وما اعتكف في هذا العام. ثم قضى بعد 20 يوما, قضى في شوال, وفي شوال أول يوم في شوال هو إيه؟ يوم العيد. قضاه النساء من أول يوم في شوال, أول يوم في شوال هو إيه؟ العيد. والعيد ليس محلا للصيام, العيد ليس محلا للصيام, فالصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف. الأمر المسألة الثانية وجوب الوفاء بالنذر إن كان في الجاهلية وأسلم على هذا, لأن النساء قال له في يعني أو في هذا أمر, وظهر أمر الوجوب, وإن كان هناك مخرج لبينهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ففيه وجوب الوفاء بالنذر إن كان النذر في الجاهلية وأسلم عليه, فأنه يجب عليه أن يفي لربه. وهذه فيها دلالة كافرا غير كافر, الكل لابد ينظر إلى القضية الكبرى التي من أجلها خلق, وأما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. ومن ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بفضله, لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوفاء بالنذر وهو قد نذره في الجاهلية, هل مطالب أم غير مطالب؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطالب أن يفي بنذره. طيب باب الكفارة في النذر. ممكن دي في دليل على قبول أعماله؟ لا, فيها دليل على أنه من أسلم أسلم على ما أحسن, أسلمت على ما أسلفت من خير, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام, قال كان لي طاعات صدقات و صلة رحم كان يفعلها في الجاهلية, قال أسلمت على ما أسلفت من خير. الإسلام يأتي يزيده خيرا, فاهم؟ لا يكتب له إيه؟ كيف فما قال له أسلمت على ما أسلفت من خير؟ يعني ما أسلفت من خير مكتوب لك الأجر فيه. قال يوم الدرمي رحمة الله عليه قال باب في كفارة النذر. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زح عن أبي سعيد البعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تحج لله ماشية غير مختمرة, قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت رضي الله عنهما, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن نذر أختك لتركب ولتهدي هديا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه فقال
ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه نذر أن يمشي، وقال اركب فإن الله غني عنك وعن نذرك. هنا حافية غير مختمرة موافقة لما رواه أحمد وأصحاب السنن، وفي رواية نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق على المرأة. قال مرها فلتختمر، لأنها نذرت أن تحج أو تمشي إلى بيت الله غير مختمرة. فقال مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. في الرواية الأخرى قال مرها فلتركب، وقال لتركب ولتهدي، قد عجز عن المشي لذلك قال مر فليركب. وفي الحديث أن نذر المشي إلى بيت الحرام يجب الوفاء به لمن قدر عليه، أنه قال تمشي وتركب لمن قدر عليه، فإن لم يقدر ويقدر عليه واجب عليه المضي راكبا كالذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان النذر مشيا إلى البيت الحرام ممنوعا لبينه الإنسان وجوبا، لكنه لم يبين، هو فقط بين أن العارز إيش لا عليه شيء، قال فلتأمرها فلتركب ولتهدي بدنا. وهذا المدى ومذهب مالك، لأنه لما سأل عقبة من نذر المشي إلى البيت الحرام قال فأجاب عنه ولم يستفصل تعيين حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال. وحقيقة كما قلنا لو كان لبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة لم يسمي حجا وعمرة لم يلزمه المشي ولا شيء جملة واحدة. قال الحسن البصري النذر حجا أو عمرة فلا مشي عليه ويركب وعليه دم، وهذا لأنه قال ولتهدي بدنا، أنا استقى هذا الكلام لأن الإنسان قال ولتهدي بدنا. قال أبو حنيفة ولم يذكر واحد منهما وجوب دم عليه، ولا ذكر الأخت عقبة وجوب الرجوع لتمشي ما ركبته، فأما من يأس عن المشي فلا رجوع عليه قولا واحدا. الحقيقة أن نقول لا، من لم يستطع فيركب، لابد أن يركب وجوبا. قال النووي أما من خطب بالمشي فركب لموجب مرض أو عجز فيجب عليه الهدي عند الجمهور. وقال الشافعي لا يجب عليه الهدي ويختار له الهدي. وروى عن الزبير أنه لم يجعل عليه هديا متمسكا بما بظاهر الأحاديث. هنا الكلام في هذا الباب يعني الاختلاف العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه إيش؟ قال لتركب ولتهدي، هذا صحيح مسلم، قال لتركب ولتهدي، فقالوا إذن عليه هدي إيش؟ بدنة. والصحيح الراجح ليس عليه لزوما هدي بدنة، ليس عليه لزوما. وإلا فقال في العجوز في الشيخ الكبير إيش قال؟ قال أركب فإن الله غني عنك وعن نذرك. فين بقى هنا الهدي؟ أين هو؟ أين الهدي؟ قال لتركب، لتركب لأن الله غني عن تعذيب نفس عن تعذيب نفسك. وقال نووي أما من قال كتمسك الجمهور زادها أبو داود والطحاوي في حديث عقبة عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته نظرت تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلترك ولتختمر ولتهدي هديا. وعند أبو داود بدنة وليس فيه ناشرة شعرها. وزيادة الهدي قال قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن عامر بن عباس ورواها عنهما الثقات، فلا سبيل إلى ردها، وليس السكوت من سكت عنها حجة على من نطق بها. نعم، ولذلك قالوا زيادة حجة في ذلك من علم حجة على من يعمل على من لم يعلم، وقد قال التهدي بدن. ثم هل يجب عليهم على الهدي الرجوع فيمشي ما ركب أم لا؟ اختلف فيه، فقيل لا يجب عليه مطلقا وإليه ذهب الشافعي وهذا الصحيح وأهل الكوفة، وهذا أحد قولي ابن عمر، وقيل أرجع وإليه ذهب سلف أهل المدينة. وابن الزبير هو القول الآخر عن ابن عمر. وفرق مالك إن كان المشي يسيرا لم يرجع، ويرجع في الكثير والقليل عنده في مسألة الثلث. قال ما لم يرجع لبلده البعيدة فيكفيه الدم. والتمسك حديث عقبة في ترك إيجاب الرجوع ظاهر، لأن النبي قال اركب فلتركب إن الله غني عن تعذيبك لنفسك، وما قال له ارجع فيش فامشي ما ركبت، قال اركب. وفي الحديث إن الشيخ نذر أن يمشي يعني به إلى البيت لأنه عرف المشي، كما قال عقبة أن أخته نظرت تمشي إلى البيت قد حاول الكعبة ولم يرد، فلم يرد فيما صح من حديث أكثر من هذين اللفظين بيت الله والكعبة. والعلماء ألحق بهما ما في معناهما مثل أن يقول إلى مكة أو ذكر جزء من البيت، وهذا قول مالك وأصحابه. واختلف أصحابه فيما إذا قال إلى الحرم أو مكان من مدينة مكة. والحقيقة المسألة على إيش؟ على النية والعرف. إذا قال إني أذهب إلى البلد الحرام يقصد بذلك إيه؟ واحد من مصر يقول أنا ذاهب والله الحمد لله إلى البلد الحرام، أقصد إيش؟ الحج أو العمر، يعني ذاهب إلى المسجد الحرام، فإن نظرها مشيا يكون مشيا لي. حقيقة هذا الباب أتورخ، هذا الباب فيه مسألة مهمة جدا، مسألة كفارة النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي رواية قال كفارته كفارة
كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين، وهذه تمسك بها من قال كفارته كفارة يمين. فقال العلماء هنا الجمهور قالوا بأن من نذر نذرا لم يفعله فعليه كفارة يمين، فإن كان لا يطيقه عليه كفارة يمين، فإن كان معصية فلا يفي وعليه كفارة يمين. لبعض الروايات التي جاءت في السنن وكفارته كفارة يمين. وصحيح الراجح أن الكفارة هنا مستحبة وليست واجبة. مستحبة لما بقى؟ لما أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل ما هذا، كانوا يظلون عليه، قال نظر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقوم ويقف في الشمس، قال مروه فليتكلم وليجلس وليتم صومه، ولم يقل إيش وليكفر عن يمين، ما قال بالكفارة. وأيضا المرأة هنا ما قال لا بالكفارة، سمت ثلاثة أيام فيها كلام، لكن البدنة في الصحيح أمرها بالبدنة. وهل كفارات والبدنة هي ليس كفارة؟ ولو كانت كفارة لقال الرجل العجوز إيش عليك بدنة، ولم يقل له ذلك. فقد يقال بدنة هنا بالاستحباب وليست بالوجوب، وإن كان شفع قال ليس عليها شيء. تفضل. لا مفيش كفارة، وفي الصحيح مفيش كفارة تهدي بدنة، مش مسلم. وتوشوها ولذلك رجحها البخاري رجح ذلك وقال ما عليها بدنة، فهي في السنن فقط، وهو ضعفه حديث كفارته كفارة يمين، وإن كان حديث حسن لكن على استحباب. وبعضهم كفر شفايا وهم ضعف الإسناد دي إنه قال بذلك، لكن الصحيح الراجح إنه مش صحيح. فكفرت كفرت يمين صحيح، لكنه على الاستحباب ليس على الوجود، على الاستحباب وليس على حبيب الوجود. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.